المشاركة في الترند طول الوقت بتخلي الناس تاخد من كلامنا أجزاء ويفهموه ويفسروه حسب دماغهم، وما يسكتوش غير لما يدخلوك في حوارات ومناوشات. وللأسف تسرعنا وتعليقنا على كل الأحداث ومشاركتنا الدائمة في الترند صنعنا من نفسنا مادة خام للسخافات اللي احنا بنشوفها كل شوية في التعليقات. احنا بشر وكلنا بنغلط، وانا مش مع فرضية اني افضل ادافع عن حد طول الوقت وطول الخط او اكون ضده حتى طول الخط. انا ممكن اكتب تعليق اسنده، لكن لو هو صح ولو غلط اكتب رأيي بلطف، اكتب رأيي واسكت، وما خليش حد ياخدني ويجرجرني في مهاترات ملهاش لازمة. كلنا لو حد ركز معانا او لو ركزنا مع نفسنا هنلاقي فينا تناقضات كتير جدا، هي مش تناقضات على قد ما هي اختلافات في الرؤية على حسب الزمان والمكان والحالة ووقتها، سواء في موقف أو في رأي. التايم لاين عندنا هتلاقيه شايل بلاوي، ولو اتشهرت ولقيت حد بيراقبك طول الوقت والله هتكره عيشتك. خش كده على أي خبر في أي جريدة على السوشيال ميديا هتلاقي ترياقة وتنمر وشتيمة وإحباط، ودي مش بيئة صالحة أبدا علشان ينمو فيها اختلاف أو علشان نقول فيها كلام بموضوعية. يكون ليها مجال للتأييد المطلق للي بنحبهم كأنهم ما بيغلطوش. أنت كده بتصنع ضدهم طايفة مش صغيرة على فكرة، وبدل ما نجمع الناس بنفرقهم وبنقسم الناس لفريقين، والموضوع بيبقى فتنة. إحنا مش في ماتش كورة، إحنا في موقع تواصل اجتماعي بنتبادل فيه الآراء، ممكن جدا يكون رأي غلط، وبنتناقش علشان نتعلم مش علشان نتعصب أبدا. التسرع في كتابة الرأي أو التعليق أو الكتابة عمال على بطال، والمشاركة في أي ترند ده مش صح طول الوقت ولا غلط طول الوقت، لكن كتر الكلام بيولد الغلط واللخبطة، بيحسسنا إننا في حرب. ساعات بصراحة بحس إن مفيش نضج كافي، نضج بين كل الأطراف. مش كل الحاجات والكلام فيها ضروري، يعني لو ما اتكلمتش مثلا اكيد مش هيقولوا اللي ما اتكلمش اهو. اللسان ممكن يودي في 60 داهية، مع ان ممكن يكون كلامك لطيف، لكن كتر الكلام لازم يولد الغلط. ولو كنت مضطر ترد مثلا او تدخل في حوار لازم يكون فيه حنكة في الرد ومصطلحات ما تبقاش قابلة للتأويل ابدا. وكمان مش لازم نتسرع في الردود ونوزن الكلام 1000 مرة. كل شحنات الكره بتيجي من تعليقات على مواضيع احنا لا نفهم فيها ولا متعمقين فيها، وسبب ده كله الفيسبوك. بقى سهل، كل واحد معاه موبايل يقدر يكتب اللي هو عايزه حتى لو مش متخصص. بقيت تلاقي ناس مش متخصصة بتتكلم في الدين او الطب او الهندسة، لا، والمناقشات بين الناس في كلام مش مفهوم ولا حد عارف يعرفه، وممكن توصل لحد الشتيمة. سيبوا الاختصاص لأهل الاختصاص، وكل واحد يعلق على الحاجة اللي هو شايفها انه فاهم فيها، ويفكر 1000 مرة قبل ما يتكلم علشان ما نلخبطش الناس ولا نجرحهم. ده من قال لا أعلم فقد أفتى. تعالوا نسمع رسالة.